ولا هو الكلام بيبقى على المزاج ولا وقت الهزيمة؟ هنا النادي الأهلي كان مهزوم أهو، أنا بوري حضراتكم حاجة لايف، حاجة واقعة حقيقة، هي اتذاعت طبعا مع الكابتن خالد العوضي بس أنا بزيحها تاني. فهو ده الازدواجية في الكلام، إذا كنت حضرتك ما بتتكلمش في هذا الموضوع، ما عاقبتش اللعيب بتاعك في هذا في هذه المباراة، إذا خليك وخلي بال حضرتك برضو إن الحركة دي ليست مهارة في كرة السلة، الحركة دي استفزازية أكتر من أي حركة أخرى، لكن أنا في النهاية هات لي بقى اللعبة التانية، هات لي اللعبة التانية، اللعبة التانية هي حركة مهارية في كرة السلة. حركة مهارية في كرة السلة، فأنا عملتها. بتثير الاستفزاز، أنت بقى حر اللي عايز يشوفها بتثير الاستفزاز، ما بتثيرش الاستفزاز، ولكنها في النهاية حركة مهارية في كرة السلة. فبالتالي انا كنت مغلوب، انا هنا نادي الماتش الاولاني انا كاهلي كنت مغلوب، الماتش الثاني نادي الزمالك كان مغلوب. بصوا حضراتكم اللاعب اللي بيجري ده وعايز يجري وراح يضربه مش راح ياخد الكوره، هو ده اللي اثار وجهه نظري، يعني ان هو ده اللي اثار الموضوع. بعدين يرجع يقول لك انتوا احنا عايزين الجمهور ده. يرجع ازاي بالشكل ده وبالمنظر ده؟ وايه المشكله؟ انت كسبتني النهارده حاول تكسبني بكره. على فكره كره القدم او كره او الرياضه عموما كده، انت مش عارف تكسبني النهارده تمام تمام، وانا مقتنع بالكلام ده وبحاول اقنع بيه اي حد بيكلمني، ان حضرتك ما تردش غير من خلال الملعب. المفهوم ده انا اسف ان انا بقول الكلام ده، لكن المفهوم ده مفهوم اتعلمناه جوه النادي الاهلي، اللي لعب في النادي الاهلي اتعلم المفهوم ده، ان انا خلاص اوكي ماشي، انت عملت حركه استفزازيه وعملت وخارج نطاق كره السله فماشي، انا اقدر اعمل، ولكن انا بعمل جوه الملعب، بعمل جوه الملعب، بعمل حركه مهاريه في الرياضه اللي انا بلعبها وبرد عليك. انا ما اعرفش ايهاب كان بيفكر ازاي، ما عنديش، ما اقدرش اقول لحضراتكم اي شيء، ولكنها انا من واقع ان الواحد لعب رياضه كتير شايف ان هي حركه انا عايزه الكره جايه لي كده والدنيا مقفوله فحطها لك برجلك، حركه حلوه يعني بتعجب الجمهور يعني. فعشان كده انا دايما ببقى مستغرب جدا من ردود الافعال. ايهاب عمل حركه وكسبنا المباراه وصلنا لدور الثمانيه، انتهى الموضوع صفر او نقطه ومن اول السطر. هو ده اللي انا اعرفه، او هو ده اللي انا اتعلمته طول حياتي، ان الحياه ما فيهاش ايه بقى، ما خلاص لكن خناقه واضرب وكراسي وده وده يمسك في ده وده يمسك في ده وده يعمل في ده وده يعمل ده. الفيديو ده كان الأكثر انتشارا امبارح على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي تيجي تقول الأمن أو بعد إذنكم إحنا محتاجين جمهور. هيوري لك الفيديو ده، هيقول لك بص الفيديو حضراتكم اللاعبين بيعملوا إيه في بعض ومش اللاعبين بيعملوا إيه في بعض. أو لعيبة الفريق الآخر بيعملوا إيه في لعيبة الفريق الأهلي. اللي يتفرج على الفيديو هيشوف إيه اللي بيحصل. طب ازاي ندعو لعودة الجمهور في ظل هذه الامور السيئة جدا؟ يا اخي لعيب استفزك امسك نفسك واستفزه انت في الماتش اللي بعده، بس مش استفزه بضغط وبطن والكلام اللي بيحصل ده، لا استفزه في الملعب، رقصه ترقيصة حلوة زي اللي هو عملها بتاع. انا بقول لحضراتكم لو تقدروا تعملوا كده اعملوا كده، لكن تدخل الكراسي معانا والجمهور معانا الخمسه سته اللي كانوا، ما اعرفش كان في جمهور ولا ما كانش في جمهور في المباراه دي، تدخل الكراسي وتدخل الاجهزه الفنيه وال50 واحد اللي في كل فريق نزلوا الملعب، كل الناس نزلت الملعب وخلاص بقى الدنيا باظت والدنيا هاصت والدنيا. والمهم مباراه زي دي احنا عندنا يوم الجمعه افتتاح بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. إذا كنت قادر تعمل كده اعمل كده في الملعب حضرتك، ما تعمليش كده يا بره الملعب. ولا أنت عايز تغطي على الهزيمة؟ أنا بتكلم بشكل عام، أنا ماليش دعوة، أو بتكلم على الواقعة دي تحديدا، أنت عايز تغطي على الهزيمة فبتعمل زي إيه؟ أي مباراة أي فرقة في العالم يطلع يقول لك أصل الحكم، ما هو الشماعة دائما بتبقى إيه؟ في بعض الفرق اللي بنشوفها الحكام. فلازم ندور على شماعة في مثل هذه المباراة، خصوصا ان هي اهلي وزمالك. ما ينفعش مباراه اهلي وزمالك تعدي كده من غير اي مشكله.
النادي الاهلي بيلتزم حدوده، او لعيبه النادي الاهلي انا اثق في كده كويس جدا، بيلتزموا حدودهم وبيلتزموا الاخلاق وبيلتزموا المبادئ اللي متعلمينها واللي شايفينها. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر الله يكون في عون الامن. لما تيجي تقول له عندنا ماتش ما بين اهلي وزمالك بطوله السوبر 2018 2019 الجديده الثانيه، ممكن يقول لك ايه؟ معرفش. وساعتها الواحد، ما هو انت كرياضي بتبقى مشمئز من مثل هذه الفيديوهات، لعيبه النادي الاهلي عماله تحاول او تبعد اللعيبه عن بعض. اللي يتفرج على الفيديو انا هنا لا احابي، يعني انا بتكلم دايما بمنتهى الصراحه مع حضراتكم. اتفرج على الفيديو من اوله لاخره هتعرف ايه اللي حصل. لكن الناس بتاخد اول لقطتين، اتفرج على الفيديو من اوله لاخره هتشوف ايه اللي حصل. فبالتالي هو موضوع اتمنى ان ينتهي، اتمنى ان تكون الرياضه اخلاق زي ما اتعودنا عليها وزي ما شفناها وزي ما بنحبها وزي ما هنفضل نحبها وزي ما هنفضل دايما ندعو ليها.